خالد مخلف جيب الكرة على العارضة. يا سلام مخلف جيب الكرة على 92. يا وحش خالد جيب الكرة على 92. يا وحش. يلا يا شباب جاهزين للفيديو؟ انا حاسس الفيديو راح يكون نار. مين تتوقع يفوز؟ انا مين يشوف مين راح يفوز؟ تابع الفيديو وشاهدي ممتع. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أفضل المتابعين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعاً اليوم يا أصدقائي جبت لكم اثنين من أفضل المواهب بسوريا. طبعاً خالد كان معنا بالفيديو السابق، رابط الفيديو راح يكون بالوصف، حطينا تحديات وش جاب التحديات وكان مقطع أسطوري، رابط الوصف. والموهبة الثانية مخلف راح يكون اليوم معنا إن شاء الله بالفيديو، وراح يكون التحدي بينه وبين خالد، وراح تشوف التحدي، والتحدي راح يكون بوعدكم راح يكون نار واسطوره وراح يكسر اليوتيوب. قبل ما ابدا الفيديو لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. تمام، جاهز لنا التحدي مع مخلف؟ جاهز يا مخلف؟ جاهز يا خالد؟ التحدي راح يكون صعب بضل رفيقك، بس اليوم كرة القدم ما في اصدقاء، في عنا معركة هون، يا بتنتصر في هاي المعركة يا بتخسر. يلا بينا نفوت على التحدي مباشرة، طولنا من المقدمة كثير بنعتذر جدا. يلا بينا التحدي الاول يا اصدقاء راح يكون مخلف وخالد، كل واحد له 5 ضربات على العارضه من هاي المنطقه، وبنشوف مين راح يجيب اكثر هو الفائز بالتحدي الاول. يا اصدقاء نبدا الضربه الاولى، وخالد جاهز تنفيذ الضربه الاولى على العارضه. يلا نشوف، جاهز يا خالد؟ يلا جرب. يا سلام، حلو، قريبه قريبه كثير والله، لازم تحتسب صابه قريبه. يلا يا مخلف ركز روح. يا سلام يا سلام يا مخلف، 1-0. الضرب الثاني مع خالد، يلا يا خالد. يا سلام يا سلام يا سلام يا وحش يا وحش. يلا يا مخلف الضرب الثاني لك، روح. يا سلام، قريبة قريبة. الضرب الثالث مع خالد، يلا يا خالد جاهز؟ يلا يا سلام، قريب. يلا يا مخلف الضرب الثالث، يا سلام. الضربة الرابعة عند خالد، يلا. الضربة الرابعة عند مخلف، يا سلام، قريب، وحش وحش. الضربة الخامسة عند خالد، يا وحش يا وحش وحش. هاي الضربة يا مخلف لو جبتها بتفوز، إذا ما جبتها تعادل. روح تي هيك هيك، يلا. يا واه يا واه، حلو حلو حلو، فازك فازك. طبعا التحدي الاول فاز مخلف على خالد بنتيجه 3-2، ما هيك؟ 3-2. التحدي الثاني من هاي المنطقه كل واحد له 3 تسديدات، وواحد منهم راح يكون حارس، يعني الحارس راح يبدل لما راح يسدد خالد مخلف راح يحرس، لما راح يسدد مخلف خالد راح يحرس، عشان ما اظلم حدا الحارس وكذا وكذا. تمام، هنا راح يصدوا لبعض وهنا راح يشوطوا لبعض، ونشوف مين راح يفوز. جاهزين؟ جاهز يا وحش؟ يلا يا شباب. يلا نبلش بالتحدي يا اصدقاء، كل شخص له 5 ضربات، نبلش مع مخلف. جاهز يا مخلف من هاي المنطقة؟ يلا روح. التسديدة الأولى حلوة بس ضربت تساوي، ضربها على الزوايا صدها. يلا الضربة الثانية، يا ملك يا ملك. الضربة الثالثة، يا سلام، قريبة من 90. خذ نفس، يلا روح شوط. يا قريبة قريبة. ايه الضربة الخامسة، ثلاثة وجول، ضيعت 2. يلا يا سلام، حلوة قريبة. الضربة اللي بعدها، يلا الخامسة، مزق الشباك. يا الله، حلوة والله حلوة، رغم انك ضيعتها بس حلوة. يا سلام، راح يسحقك سحق بهذا التحدي، بس والله حرام العارضة كانت ضدك اليوم. يلا جاهز الضربة الأولى؟ يا العارضة العارضة جابها طبعا. الضربة الأولى عارضة، الضربة الثانية عالي يا حرام، هدي
يا صدعي بالرابعة. انت مستعجل لازم تكون هادي اكثر. يلا يا سلام يا سلام يا سلام. با 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 هاي الكرة اما تجيب. هدي 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 ارجع ارجع ارجع. انا اسمع ما قلت لك ضربة، حتى لو قول ما راح احسبها. الضربة هاي اما تجيب هدف وتفوز بالتحدي او يروح منك وتطلعوا متعادلين بالنقاط. يلا الضربة الأخيرة، احبس أنفاسنا. رونالدو يسجل الهدف. يا سلام عليك يا حارس، يا سلام عليك يا حارس، والله تألق كبير تألق كبير. التحدي الثالث يا أصدقائي راح يكون واحد ضد واحد، واحد راح يكون مدافع يعطيه الكرة وراح يحاول يراوغه ويجيب هدف، راح يحاول يقطعه ويجيب هدف. إذا قطع له نقطة وإذا جاب هدف له نقطة، بصير نقطتين. وأنت كذلك الأمر، إذا خلطت الكرة من هنيك بصير لك نقطة وبتروح منه النقطة. تمام؟ جاهزين للتحدي؟ جاهزين يا شباب؟ يلا روح. أنا بسجل النقاط على بالمونتاج عشان الناس تعرف هاي. يلا يا سلام يا وحش يا وحش يا وحش. والله قول حلو، لازم شايل الكاميرا ومصور هنيك. يلا يا مخلف كمل. قطعها قطعها، والله خالد سريع، حرك اكثر. يلا يا وحش يا مخلف، زدتها خالصين. يلا قطعها. يا راحت حلوة. يلا يلا روح. يا سلام، والله كان راح ياخذ نقطة ذكية كتير. يا سلام. يلا على الخمسة. اوه استعجلت استعجلت. يا سلام يا يا سلام يا شاهد ما شافش حاجة. يلا بس قطعها. يلا راحت بس حلوة. حملك لازم شايط من هون يا مخلف، عندما قرفت هيك شوط على الزاوية. يا فينيسيوس طيحوا فينيسيوس. لا 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 راحت راحت. يلا أخذت نقطة، أخذت نقطة واحدة على المراوغة. يلا خالد صلب 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 صلب، نحسناه وشاط وصدى. حلو يا مخلف حلو، قطعته اخذت نقطة انك قطعته. جايبه من الصبح الجو بارد. يلا اوه يا حرام، طلت فيها طلت. راح قطعها. صاب صاب قد قطع خالد. يلا حلوة حلوة. طبعا اصدقائي التحدي الثالث راح لصالح خالد وصار عندنا فوز بفوز وبتحدي تعادل. طبعا النتيجة عادلة كثير، واسف على الهواء مغبش الصوت، ان شاء الله راح تجيب مايك. التحدي الرابع يا اصدقائي طبعا مثل ما شفتوا التحدي الثالث فاز خالد وخالد، والتحدي اللي قبله كان تعادل، والتحدي الاول فاز مخلف. هيك بيكون متعادلين الطرفين، والتحدي طلع لنا الرابع والخامس راح يحسمه الجدال الاخير بينهم بهذا الفيديو. التحدي الرابع هو الكنترول يا اصدقائي، راح ارفع الكره من هون وارمي لكم الكره، واحد راح يوقف هنيك. عندك طريقه للكنترول، او تثبتها هيك او تجيبها تكملها تنطيط على الطاير. تمام؟ عندك واحده من الطريقتين، اما تهديها وتبعد عنك خلص راحت منك النقطه. تمام؟ كل واحد له ثلاث محاولات. جاهزين؟ يلا روح روح. مين راح يبلش؟ روح انت. روح بلش روح. يا سلام، الأولى كنترول صح. يلا الثاني، يلا الثاني من عندك يا مخلف ارفع. يا سلام بعدت عنك. روح الثالثة حلوة، ثبتها قدامه الكنترول. يلا يا سلام يا الأفعى. يلا واحد من واحد، عيد. يا سلام الثاني، ظلت الأخيرة.
راحت حلوة هي بس راحت، انك لازم نكملها تنطيط. التحدي هذا طلعت فيه تعادل. التحدي الخامس يا اصدقائي والاخير هو التحدي، راح تكون الكرة بمنطقة الجزاء هون. منطقة الجزاء راح تكون الكرة وراح يضربها كل واحد له 5 ضربات على منتصف الملعب، تمام؟ اللي راح يجيب الكرة اكثر على منتصف الملعب لهون هو الفائز بالتحدي، هو هذا الاخير. يلا نبلش التحدي الحاسم مع خالد ومخلف. مين راح يبلش؟ اعملوا حجرة وقمقص من عندكم، حجرة وقمقص مرة واحدة. يلا بصور حجرة وقمقص مرة. يلا بلش مين؟ بلش يا مخلف واختر. يا سلام، حلوة حلوة حلوة، قريبة راحت. يلا يا خالد. يا سلام، ايه يا الله، صابتها صابتها صابتها، نفس التفكير. الضربة الثانية نبلش مخلف. يا سلام يا الروقان، يا سلام يا سلام عليك، يا سلام عليك وحش. يلا يا خالد. يا سلام يا سلام، يا الله قريب قريب كتير. يلا الضربة الثالثة، رايق رايق رايق. يا سلام يا سلام يا سلام، يا ليل، يا حرام يا حرام يا حرام، بالحرف بالحرف. يا سلام. يلا يا خالد، قوية قوية. الضربة الأخيرة، يلا يا خالد. يا سلام يا سلام يا سلام، الضربة الأخيرة الأخيرة. يو الله يا الله يا ولد، يا الله يا الروقان. يلا يا مخلف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا ليل، وضيع وضيع، والنتيجة تعادل بين الأسطورتين يا وحوش. يلا أصدقائي، هيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو. يعطيكم العافية على المشاهد، اللي حب الفيديو وحب التحديات لا تبخل علينا باللايك واشتراك وفعل الجرس عشان نكمل بهاي السلسلة إن شاء الله، تحديات وشروحات تمارين وكل شيء راح يكون موجود بهاي القناة. وتشرفنا فيك يا مخلف يا وحش، ووحش انت كمان يا خالد. هاي ثاني فيديو لخالد بالقناة وراح يستمر ان شاء الله، واذا مخلف قدر يستمر راح يستمر معنا كمان ان شاء الله. وبس سلام.